يحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على ضرورة الحفاظ على منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأيضا يؤكد سموه رعاه الله دائما على الروابط التاريخية الراسخة بين دول المجلس والتاريخ والمصير المشترك والحرص البالغ على وحدة وتماسك الموقف الخليجي. دائما وأبدا يحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الحفاظ على البيت الخليجي، ويؤكد مرارا على صلابة هذه المنظومة. ويشدد سموه رعاه الله في أكثر من محفل على أن تجربة المجلس رائدة ومحط اهتمام الجميع ومثار إكبار وإعجاب، وأنه استطاع بحنكة قادة المجلس من لعب دور مؤثر على جميع الأصعدة. إن مسيرة عملنا الخليجي المشترك وما تحقق في إطارها من إنجازات استطعنا معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس، وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يرى أن هذا الصرح المتمثل بالقيم الخليجية يجب أن يحتذى به في الوطن العربي، مؤكدا أهمية وجوده في ظل الصراعات التي تحيط بالمنطقة. واستطاع المجلس من خلال هذه الإنجازات أن يمثل إطارا قويا للأمن الجماعي وسياجا لحماية مكتسبات دوله والتصدي للأخطار التي تعترضها، وأصبح يؤدي دورا مؤثرا في إدارة الأزمات التي تشهدها المنطقة. إن مجلس التعاون الخليجي بارقة أمل، أمل واعد في ظلام الليل العربي، الشمعة التي تضيء النفق الطويل الذي يرقد فيه المال، فيه العمل العربي المشترك ونموذج جديد بأن يحتذى للتوافق والتعاون البناء في الوطن العربي. وإن تصدع وانهيار مجلس التعاون هو تصدع وانهيار لآخر معاقل العمل العربي المشترك. واليوم يستقبل أمير الإنسانية سمو أمير البلاد أشقاؤه وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتكتمل الصورة الجميلة للبيت الخليجي.